الأربع دقائق اللي مرت وفريق الشرطة واضح الأمور والسيطرة. الفريق يحاول أن يسجل أول أهداف المباراة. كرة ملعوبة الآن من رمية التماس، تبعد بعد ذلك عن طريق كرار سعد. أمامية الكرة، هنا الضربة الرأسية للأمام، محمود المواس وعلي صباح وصافرة وخطأ لمصلحة فريق الكر. عمر نوري، بالسلامة يا عمر. واحد حاصل على الدوري والآخر حاصل على بطولة الكأس، مهمة جدا كلا البطولتين. بينما هنا مؤمن سليمان مدرب الذي يقود فريق الشرطة، تغييرات ليست بالكبيرة على مستوى اللاعبين. هنا الإعادة لكرة الخطأ بالنسبة لعمر نوري، وهنا الكرة اللي كان فيها مطالبة بركلة جزاء، هنا كانت المطالبة بركلة جزاء بعد ذلك فهد اليوسف أرسلها ومحمد داود، والكرة تبعد من المدافعين. هذه الأخطر في المباراة إلى الآن من خلال الدقائق التي مرت. هذا محمد داود، لاعب ممتاز، لاعب ممتاز، ممكن من أي كرة ممكن أن يسجل. وكذلك يعني لدينا الحاضر هداف الدوري محمود المواس في الموسم الماضي ب 22 هدف. رمية التماس لفريق الكر، الفريق الذي يحاول أن يهدم رتم المباراة، ولكن الشرطة يعني بالأسماء وباللاعبين المحترفين كذلك يريد المباراة من البداية. هنا الخطأ كان على اللاعب لوكاس شالون، اللاعب البرازيلي، واحد من الاستقطابات الجديدة بالنسبة لفريق الكر. هنا التمرير، محاولة عن طريق أحمد يحيى، كرة مقطوعة، عادت الآن تمرير شهاب رزاق الكابتن، مرر الكرة والهجوم يبقى بالنسبة لفريق الكر. وصلت بعد ذلك لإدريسة، لاعب القادم من الطلبة عبد المجيد، تمرير الآن، محاولة عن طريق علي حسني لاعب مهاري. هناك بعض الأسماء، لدينا أسماء مهارية، وبالتالي جهة اليسار بالنسبة لفريق الشرطة فهد اليوسف هو علي حسني. هنا أحمد عبد الجبار، عندما كان لاعبا كان لاعب مهاري جدا، ملقب بالألماني، لاعب خط الوسط، لاعب مهاري جدا، كان لاعب ممتاز. هنا الكرة ترسل للأمام، وصلت لأحمد باسل، واحد من الحراس المميزين، قدم موسم كبير مع فريق الشرطة، جميع اللاعبين، فريق استحق أن يكون بطلا للدوري. كرار لأحمد باسل، النسخة 11 لبطولة كأس السوبر العراقي، 10 نسخ ماضية سأتحدث عن الألقاب. فهد اليوسف، تمرير علي حسني، والكرة بعد ذلك تبعد إلى خارج أرضية الملعب، أبعدت إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركنية، أبعدت من كامل حميشة، أبعدت من السوري. ننتظر من سيسجل، ننتظر. هنا عبد السليم حماد حارس المرمى بالنسبة لفريق الكرخ، ومن سيسجل؟ من سيفتتح باب التسجيل؟ من سيضع العلامة الأولى؟ من سيتقدم؟ محمد داود أرسلها عالية، تبعد بعد ذلك الكرة. أحمد زيرو، بعيدة جدا إلى خارج أرضية الملعب. هذا أحمد زيرو، بينما هنا لاعب يوسف فوزي، لاعب كذلك هو ممتاز، موسم أكثر من رائع قدم مع فريق الكار. وهنا رمية التماس، تنفذ الكرة، عبد المجيد وصافرة وخطأ من النيجر
لاعب يمتاز بالقوة الجسمانية وفي خط الوسط، ويضاف مع عبد المجيد كذلك لاعب آخر من القارة الأفريقية ويمتاز بقوة جسمانية كذلك اللي هو دريسة. كرة أمامية الآن، أحمد زيرا يحاول سدد الكرة ولكنها وصلت لحارس المرمى عبد السليم. هذا أحمد زيرا، والمباراة إلى الآن 0-0. المباراة إلى الآن التعادل بدون أهداف ما بين الفريقين، ولكن لا تعادل من خلال مباريات كأس السوبر، يجب أن يكون هنالك فاز ويجب أن يكون هنالك بطل من خلال هذا اللقاء. كرة تبعد ولكنها قصيرة، وصلت لمحمد داود، محمد بالتمرير، علي حسني مع محمود المواس، المواس محمود، وبالتالي يحاول والبحث عن زميل، البحث عن خطأ، وبعد ذلك الكرة تأتي فيها مرمى ركنية. سيطرة واضحة بالنسبة لفريق الشرطة، سيطرة واضحة بالنسبة لفريق الشرطة، الفريق الباحث عن أول أهداف المباراة، الفريق الباحث عن التسديد. نظرات من حماد عبد السليم حارس المرمى، تترك الآن الركنية، تترك لمحمد داود، ومحمد داود على التنفيذ الآن بنظرات واضحة بترقب، وبالتالي الكرات الركنية ربما تستثمر من قبل لاعبي فريق الشرطة، وربما يسجل فريق الشرطة من أحد الكرات الركنية. تنفذ الكرة قصيرة وبعد ذلك تبعد الآن، مرتدة سريعة بالنسبة لفريق الكرخ. إذا ما اعتمد على المرتدات، إذا ما اعتمد على المرتدات وواحدة لعبت بشكل ونظمت بشكل ممتاز، ربما سيسجل فريق الكرخ بواحدة من الكرات المرتدة. كانت عن طريق سهيب اللاعب القادم من فريق النفط، كامل حميشة، كرة بجهة اليسار، هجومنا، تمرير بعد ذلك، اصطدت بمحمد داود، كرة إلى خارج أرضية الملعب إلى تماس. هذا محمد داود، لاعب ممكن أن يظهر، المواس ممكن جدا أن يظهر، علي حسني ممكن، فهد اليوسف ممكن، هناك أسماء مرشحة ربما ستكون واحدة من هذه الأسماء، وربما أحد المدافعين، لما لا؟ بالمقابل لدينا، ولكن أتحدث عن الأسماء التي يعول عليها المدرب وحتى الجماهير، وذكرت ربما ستظهر هذه الأسماء، ربما المواس، ربما محمد داود، ربما علي حسني، بالمقابل نهاد محمد، ربما لوكاس شالون، وحتى هذا الرجل كامل حميشة لاعب ممتاز، ربما يوسف فوزي. ننتظر من سيسجل، لاعب مهاجم، لاعب خط وسط، لاعب مدافع الشرطة الكرخ، من سيكون بأول التسجيل؟ هنا الكرة العرضية، جول جول، أوه، حان التسلل، حان التسلل، الراية حاضرة، الراية حاضرة من أمير داود، حان التسلل، وبالتالي شوف الإعادة، شوف الإعادة، هنا حالة التسلل، وبالتالي ضربة حرة غير مباشرة. يبقى القرار الأول والأخير بالنسبة للحكم المساعد الثاني أمير داود. إذن هدف غير شرعي، يلغى الهدف، كرار عامر يعود لأحمد باسل، تغطية كانت كذلك من نهاد محمد. هذا نهاد لاعب القادم من الديوانية، قبلها كان مع نفط ميسان، لاعب مهاجم كذلك، هو لاعب ممتاز، لاعب ممتاز. كرة ملعوبة عن طريق أحمد يحيى، تمرير بعد ذلك، فهد اليوسف لأحمد مع علي حسني، علي بالتمرير قصيرة عن طريق محمود المواس، هجومنا، لوكاس شالون، نهاد، فيصل، عبد المجيد لإدريسة، كرار،
احمد زيرو، كرة بجهة اليمين، فريق الشرطة، فريق اللي سبق وان حصل على بطولة كأس السوبر، واحد من الاسماء التي حصلت على كأس السوبر عام 2019 مع المدرب الصربي اليتش. الكرخ يسعى للحصول، الكرخ يسعى للوصول بالسلامة، بالسلامة للاعبي الفريقين، بالسلامة للاعبي الفريقين. وما نتمنى نشاهد إصابة، نتمنى أن تستمر المباراة بدون إصابات، بدون بطاقات ملونة، ولكن لا نتمنى أن تستمر بهذا التعادل. نتمنى حضور الأهداف. حامل اللقب بالنسبة لهذه البطولة هو الزوراء، الزوراء النسخة الماضية وبقيادة عصام حمد. أتحدث عن النسخة الماضية، وبالتالي عصام حمد مع الزوراء، ولكن النسخة الأولى، أول نسخة التي حصل عليها الرشيد عام 86، هنا الإعادة للتصادم اللي كان ما بين لاعبي الفريقين. إن شاء الله تمر. هذا محمود المواس، لاعب خطير، لاعب ممكن أن يسجل من اليمين، من اليسار، داخل منطقة الجزاء، خارج منطقة الجزاء، بحل فردي، بتسديدة من أي مكان، ممكن من أي كرة أن يسجل. لاعب ممتاز، وأثبت بحضوره من خلال الموسم الماضي مع فريق الشرطة بأنه ممتاز جدا، وقدم مستوى أكثر من رائع. مؤمن سليمان بتوجيهات مستمرة، جانب من الحضور صغار والكبار والعوائل يشاهد هذا اللقاء من مدرجات ملعب المدينة، ملعب الذي يقع في بغداد وفي مدينة الصدر بالتحديد، مدينة الصدر التي قدمت كرة ملعوبة. فيصل، كرة على مستوى خط الدفاع، وصلت لعبد المجيد، تمرير بعد ذلك لأحمد يحيى، مرر الكرة، محمود المواس تبعد من أمامه إلى خارج أرضية الملعب، وبعدت عن طريق عمر نوري، رمية تماثلة بواجبات دفاعية، واضح فريق الكرخ، اعتماد على المرتدات، واضح فريق الكرخ. مباراة ليست بالسهلة، مباراة صعبة جدا، مباراة كأس. هجومنا، وصلت بعد ذلك يوسف فوزي، وصافرة وخطأ، هذا يوسف والصافرة والخطأ بالنسبة لفريق الكرخ. ضربة حرة مباشرة، هذا يوسف، حكم المباراة كان قريب، وبالتالي الصافرة والخطأ. حكم المباراة علي صباح، صاحب 172 مباراة دولية، آخرها طبعا كأس آسيا تحت 23 سنة اللي كانت حاضرة ما بين المنتخب السعودي والمنتخب الياباني. هذا بالنسبة لحكم المباراة علي صباح. توجيهات من أحمد باسل، ضربة حرة مباشرة، كرة في مكان قريب وفي مكان جيد، ممكن تنفذ الكرة ولكنها اصطدت، عادت مرة أخرى، تبعد إلى الأمام، كامل حميشة، جهة اليمين، نهاد، أحمد يحيى، مقطوع الكرة، وهنا التسديدة ولكنها اصطدت بكرة، تسديد كان عن طريق شهاب رزاق، والكرة اصطدت بكرار عامر، بعد ذلك تبعد عن طريق علي حسني، ورمية التماس تنفذ الكرة، طالت إلى الخارج،
هذا فهد اليوسف. فهد والكرة بعد ذلك تترك ربما. هذا يوسف فوزي. رمية التماس تنفذ. شهاب رزاق. عبد المجيد. كامل حميشة. كرار سعد. تمرير الآن. عودة بالكرة من لوكاس شالون. والكرة بعد ذلك تبعد عن طريق دريسة إلى خارج أرضية الملعب. هذا دريسة. لاعب يمتاز بقوة جسمانية في خط المنتصف، شاهدناه في الموسم الماضي مع فريق الطلبة. لاعب ممتاز في خط الوسط. رمية التماس. تنفذ الكرة. على مستوى خط الدفاع. فريق الكرخ تغيير اتجاه اللعب الى جهة اليمين. هجوم الان. تمرير عن طريق برازيلي دا سيلفا. وصلت لصهيب رعد. يوسف يحاول. يوسف فوزي. تمرير بعد ذلك. والكرة وصلت وتترك من احمد زيرو بالنسبة لحارس المرمى احمد باسم. الى الان حبايب كلا الفريقين وصولا للدقيقة 21. يا من تتابع وتشاهد عبر قناة الرياضية العراقية في كل مكان نهائي كأس السوبر العراقي لسنة 2022. بطل الدوري الشرطة مع بطل كأس العراق فريق الكرخ. التعادل بدون أهداف إلى الآن. هذا علي صباح حكم المباراة. التوفيق طبعا لعلي صباح. المهمة القادمة نهائي كأس الاتحاد الآسيوي بعد أيام قليلة طبعا مع المساعدين حيدر عبد الحسن وأمير داود، ولكن الحكم الرابع سيكون مهند قاسم مع علي صباح وحيدر عبد الحسن وأمير داود بقيادة للمباراة النهائية لكأس الاتحاد الآسيوي التي ستكون ما بين فريقي سوجد ديانا الأوزبكي وكوالالمبور الماليزي في طشقند في يوم 5 من هذا الشهر. توفيق لعلي صباح حكمنا الدولي. خطأ الآن بالنسبة لفريق الكرخ. تنفذ الكرة للأمام. تبعد بعد ذلك. كرة خاطئة من لاعبي فريق الشرطة. وممكن الآن هنا التسديدة. اتخاذ القرار بالتسديد من المرة الأولى كان ممكن يكون أفضل. كرة تترك إلى خارج أرضية الملعب إلى تماس. بدأ رتم المباراة ينخفض. المباراة تهدأ. وهذا ما أراده بطبيعة الحال فريق الكرخ. حديث حكم المباراة مع كرار عامر. عبد المجيد. أحمد زيرو. لي كرار. فيصل جاسم. علي حصري. علي. تمرير بعد ذلك الكرة تبعد. وحال التسلل. أمير داود مرة أخرى. الراية حاضرة. هذا فهد اليوسف لاعب السابق لنادي الوحدات الأردني. علي حسني واضح في الصورة. كرة بجهة اليسار. كرار سعد. كرار بالتمرير. كرات متبادلة تترك إلى خارج أرضية الملعب مع وجود صافرة. ولدينا خطأ. خطأ الآن. خطأ لإدريسا. وبالتالي ضربة حرة مباشرة لمصلحة فريق الشرطة. شوف الإعادة. خطأ على كرار. وضربة حرة مباشرة فريق الشرطة.
حاول ان يبدا الهجوم من الدفاعات، لا يعتمد على الكرات الطويله. كره ملعوبه الان، دريسة عبد المجيد، تمرير الان فهد اليوسف، فهد تمرير علي عسطين ارسلها ولكن الى خارج ارضيه الملعب، كانت بعيده وطلب للكره من قبل محمد داوود. هذا محمود المواس، محمود المواس، هذا علي حطي. الى الان لم تظهر هذه الاسماء، وبالمقابل حتى مع لاعبي فريق الكرخ لم تظهر اسماء على مستوى التسجيل، وهذه الجماهير تنتظر وتترقب من سيسجل وسيضع العلامة الأولى. عبد السليم، كرة أمامية فيها صافرة ولدينا خطأ، خطأ لمصلحة عبد المجيد حكم المباراة، وبعد ذلك البطاقة الصفراء تظهر، وصهيب يتلقى البطاقة الصفراء الأولى من خلال هذا اللقاء. بطاقة صفراء لصهيب، صهيب رعد البطاقة الصفراء الأولى من خلال هذا اللقاء. وهنا الإعادة، طبعا شوف عدم السماح للاعب فريق الشرطة بلعب الكرة، كان يبحث عن كرة مرتدة لاعب فريق الشرطة، ولكن بالمقابل كانت هنالك مضايقة من صهيب، وعلى أثرها كانت البطاقة الصفراء حاضرة بالنسبة لحكم المباراة تشهر لصهيب. أحمد يحيى، محمد داود، علي حسني، مرور ممتاز، الله الله على المرور، فهد اليوسف وحان التسلل اليوم، فهد اليوسف وجهة اليسار وحالات التسلل، هذه الثالثة، هذه الثالثة على لاعبي فريق الشرطة، واحدة من الثلاث سجل من خلالها الشرطة، ولكن ألغي الهدف. أحمد عبد الجبار بتوجيهات مستمرة، ولكن بعطاء كبير، بعطاء كبير كادر التدريبي لفريق الكرخ بجهود كبيرة مع الفريق، الفريق طبعا يبقى بدور الأضواء ويحصل على بطولة كأس العراق، وبأداء فني كبير قدم بأغلب مبارياته في الدوري للموسم الماضي، حتى في المباريات التي خسر من خلالها فريق الكرخ هنالك أداء فني كبير، ويشهد من خلاله الجميع بأن الكرخ كان واحد من الأسماء المميزة في دورينا، وبعد ذلك الكرخ الذي وصل للمباراة الختامية أمام فريق الكهرباء لبطولة كأس العراق وحصل على اللقب، وهو اليوم يصل لمباراة كأس السوبر ويحاول أن يتحصل على اللقب، وهذا ما يتمناه، هذا ما يتمناه فريق الكرخ، ولكنه يواجه فريق كبير. سلام محمد يتلقى البطاقة الصفراء، وبالتالي شوف التدخل الأخير وهذه البطاقة الثانية، ما كنا نتمنى نشاهد بطاقات صفراء ولكنها حضرت بمرة أولى وحضرت بمرة ثانية، عاد الصفراء حضر، وما لا نتمناه أن تكون الحمراء حاضرة من خلال هذا اللقاء. بالسلامة يا عبد المجيد، هذا نهاد تلقى البطاقة، تدخل الأخير كان قوي، كان تدخله، وبالتالي سلامة يا عبد المجيد، هذا واحد من الأسماء المهمة بتشكيلة السيد مؤمن سليمان. رمي التماس، فهد اليوسف، تمرير بعد ذلك من أحمد يحيى لفيصل، خاطئة من فيصل، هنا الهجوم، تمرير
يوسف فوزي كرة خاطئة، هنا الهجوم الآن محمود المواس والراية والصافرة والخطأ وضربة حرة مباشرة، ضربة حرة مباشرة تنفذ الآن إدريسة. عاد اليوم مصيدة التسلل والراية ترتفع كثيرا من أمير داود على لاعبي فريق الشرطة، ولكنها صحيحة وصريح، صحيحة وصريح. اي نعم اي نعم، هي حاضرة هذه المرة على إدريسة. اعتقد بأن المواس تعجل بلعب الكرة. على كل حال ضربة حرة غير مباشرة الآن لمصلحة فريق الكرخ. الشوط الأول نصف ساعة مرت، 30 دقيقة لعب، لا أهداف، النتيجة بيضاء، النتيجة بيضاء إلى الآن أمام القمصان الخضراء، أمام القمصان الصفراء، إلى الآن لم يسجل كلا الفريقان. هذا عبد المجيد، تمرير لإدريسة، أحمد زيرو جهة اليمين، كرة تبعد بعد ذلك بعودة نهاد. يجب أن يكون حذر نهاد، لديه بطاقة، ويجب أن يكون كذلك حذر اللاعب صهيب، لديه بطاقة. هنا الإبعاد يأتي عن طريق لوكاس مرة أخرى، عادت دا سيلفا، دا سيلفا البرازيلي أمامي الكرة. هذا كرار، مرر الكرة، مرر ممتاز عن طريق أحمد زيرو. أحمد يعود إلى الخلف لفيصل جاسم، هذا فيصل لأحمد يحيى، تبادل الكرات فريق الشرطة والبحث عن الثغرات، ولكن دفاعات الكرخ المحكمة إلى الآن والرقابة الدفاعية والرقابة، طبعا كل لاعب يشاهد هنالك ضغط على حامل الكرة على لاعبي فريق الشرطة. لا يترك المواس، ولكن الآن المواس، وخروج موفق لعبد سليم حماد، خروج موفق لعبد، برافو يا عبد سليم، توقيت المناسب لحارس المرمى بخروجه، والخروج كان موفق أمام محمود المواس. ما أعتقد يترك المواس، ما أعتقد يترك علي حسني، ما أعتقد يترك محمد داود. واجبات من أحمد عبد الجبار، واجبات واضحة من أحمد عبد الجبار على هذه الأسماء، أسماء خطرة ربما تظهر بأي كرة. هنا الصافرة وهنا الخطأ بالنسبة لفريق الكف، كابتن لاعب ممتاز شاب رزاق ينظم الهجمات، تشاهد لاعب عندما يستلم الكرة دائما بهدوء وبنظرة كبيرة بنظراته يفتح الملعب ويمرر بسلام وبسلاسة. تحدث عن شهاب رزاق لاعب ممتاز مع فريق الكرخ. هنا الكرخ الذي يعتمد على الكرات الطويلة والكرات المرتدة والكرات العرضية، واعتقد سيكون حاضرا باعتماد على التسديد من خارج منطقة الجزاء. هذا عبد المجيد، فيصل، كرة لمصلحة فريق الشرطة، بحث عن زميل لأحمد يحيى، برور، مروة تقدم بعد ذلك لعلي حسني، علي يتقدم، علي بالتمرير، داود أو إدريسة لداود، محمد داود، وعلي حسني مرر الكرة، فهد، 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 فهد اليوسف، اليوسف لمحمود المواس، 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 وا الله على الشرطة اللي بدأ يتقدم ويخطر دفاعات الكرخ، وهذه الأولى فقط من يد الحارس، وبالتالي تابعها فهد اليوسف، تابعها، تابعها، وبعد ذلك التمرير لمحمود المواس، والمواس الآن على تنفيذ الضربة الركنية.
على تنفيذ الضربة الركنية. تنفذ. متابعة علي حسني ارسلها عالية. كرار المدافع المتقدم في كرة رأسية ولكنها واضحة جدا على طريقة المدافعين. واضحة يا كرار. وبالتالي ارسلها صح. لعبها صح. علي حسني. وبالتالي الكرة الرأسية تؤخذ من الاسفل بهذه الطريقة عن طريق اللاعب المتقدم المدافع كرار عامر الى خارج ارضية الملعب. هذه الامة الشرطاوية وهذه الرايات الخضراء التي ترتفع والتي بكل تأكيد كانت تتغنى بالفريق في الموسم الماضي في مباريات الدوري. فريق الذي حسم اللقب مبكرا. اهدأ يا محمود المواس. علي صباح حكم المباراة. وهنا شوف يعني اعصاب وبكل تأكيد يعني بكل تأكيد مباراة كما ذكرت يعني والكل يعلم الكل يعلم بانها مباراة كاس. مباراة كاس وهذه الجماهير تمني النفس بالفوز. جماهير الشرطة التي شاهدناها كانت حاضرة في الموسم الماضي. كانت حاضرة في الموسم الماضي بأعداد كبيرة. في بغداد في باقي المحافظات حضرت في الشمال في الجنوب في الفرات الأوسط في بغداد في جميع الملاعب كانت حاضرة ومساندة للأخضر وبالتالي الفريق اللي حقق اللقب. هذا أحمد عبد الجبار كذلك بتوجيهات مستمرة الألماني. كرة ملعوبة الآن. شوط أول إلى الآن 38 دقيقة. مرة سريعة مرة سريعة. إي نعم. هنا الهجوم لفريق الكر ممكن بكرة عرضية ولكن ربما لدينا رمية تماس على ما أعتقد. إي نعم رمية تماس. لا توجد حالة تسلل بل رمية تماس على يوسف فوزي. تماس للشرطة من الجهة البعيدة. أحمد زيرو على التنفيذ الآن. نتمنى أن يكون الشوط الأول شوط على أقل تقدير فيه هدف. على أقل تقدير فيه هدف. ممكن الآن الكرخ ولكن التمريرة قصيرة. التمريرة كانت قصيرة. هذا علي حسني بشكل مباشر ولكن محمود المواس بينه وبين أربعة مدافعين. مدافعي فريق الكرخ يشاهد يعني هناك رقابة هناك متابعة. هذا فهد اليوسف في كرة عرضية. كرار السحن. الله على محمود المواس. الله على محمود المواس. السافرة ولدينا خطأ. حصل الكرة صح. بمتابعة صح. شوف لاعب كبير. شوف الضغط. شوف الإصرار استخلاص الكرة بهذه الطريقة وبعد ذلك الكرة إلى تماس أو خطأ. خطأ بقرار من الحكم المساعد الثاني. ضربة حرة مباشرة. كرات الثابتة ربما الحلول. ربما تكون الحلول بواحدة من الكرات الثابتة. بواحدة من الكرات الثابتة. محمد داود هو الأقرب على التنفيذ ولكن يتحدث مع المواس يتفق مع المواس على شيء. ربما ننتظر بعد التنفيذ. تنفذ عالية ومرة أخرى كرار ومرة أخرى كرار يأخذ الكرة من الأسفل إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. هذا كرار كرار عامر ويمتاز بطول قامة. يمتاز بطول قامة. مؤمن
سليمان بنظرات وبتصريحات ما قبل اللقاء، تصريحات محترمة جدا عندما تحدث عن الكرخ وعن لاعبي فريق الكرخ والكادر التدريبي لفريق الكرخ. حلو لي مؤمن سليمان، برافو لي مؤمن سليمان. بالمقابل والله بنفس التصريحات حتى الكابتن احمد عبد الجبار عندما تحدث عن المباراة وتحدث عن صعوبة المباراة وبأنه يواجه كوكبة من النجوم من اللاعبين المحليين، ويعني إذا ما كان اللاعبين المحليين وإذا ما كان اللاعبين المحترفين وحتى الكادر التدريبي. حلوة لمدربي الفريقين. كرة بعد خارج أرضية الملعب إلى تماس من كايو، هذا كايو، كارلوس كايو أبعدها إلى تماس. وبالنسبة لفريق الشرطة أحمد زيرو، تماس الآن دقائق الأخيرة، تحدث عن 4 دقائق عدا الوقت المحتسب بدل عن الضاع للشوط الأول. أحمد يحيى، فهد اليوسف، أحمد يحيى، فهد اليوسف، أرسلها عالية والكرة تبعد بعد ذلك بضربة راسية. عبد المجيد تترك إلى تماس، كرار صافرة وخطأ على نهاد، هذا نهاد ولدينا خطأ. فهد اليوسف، علي حصني اللي بدأ يتراجع لاستلام الكرات وبناء هجوم، تمرير بعد ذلك إدريسة، أحمد زيرو مطالبة بخطأ، علي صباح أشار لاستمرارية اللعب، هنا التمرير بعد ذلك، كرار مرر الكرة، إدريسة، عبد المجيد، فهد يوسف لعلي حصني، فهد اليوسف مرة أخرى، تغيير اتجاه اللعب، سريع الكرة، كرة بجهة اليمين، أحمد زيرو يعود مرة أخرى لكرار، بيكمل يدافع الكرخ، فهد اليوسف، وهناك تنويع بالهجمات بالنسبة لفريق الشرطة. هنا التمرير الآن، عبد المجيد، الله عابرة 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 يا عبد المجيد، عابرة يا أبو بكر، جول للشرطة، قوية قذيفة رائعة جدا. إيه نعم، الشرطة يتقدم بهدف جميل، بهدف رائع. الله 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 الله، شوف الإعادة، شوف 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 الإعادة، الله، صاروخ 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 من عبد المجيد، وبالتالي بقوة بدنية رائعة، بتسديدة رائعة، عبد المجيد بهذه الطريقة سجل هدف من الأهداف الجميلة. الله على عبد المجيد، هذا من النيجر، هذا لاعب ممتاز. عبد المجيد يسجل أول أهداف المباراة، وأي هدف، هدف جميل، هدف رائع، وبالتالي يسجل ويتقدم من خلاله فريق الشرطة بأول أهداف المباراة. هدف روعة روعة روعة، هدف جميل. هنا الإعادة لكرة الخطأ بالنسبة لي يوسف فوزي، هذا عبد المجيد يضع خبرته، يضع قوته
وسدد باليمين على يمين حارس المرمى عبد السليم. كانت قوية وكانت في سقف المرمى. صعبة كانت على عبد السليم. دقيقتان الوقت المضاف كوقت محتسب بدل عن الضائع للشوط الأول. سيفكر بالتعديل، سيحاول أن يتعادل فريق الكرف. هذا صاحب الهدف الوحيد في المباراة إلى الآن، وأي هدف. أحمد باسل، بينما هنا أحمد عبد الجبار بنظرات بكل تأكيد. الآن التفكير بالعودة، التفكير بهدف التعديل. كيف سيعود الأصفر؟ كيف سيعود الكناري أمام القيثار الخضراء، الفريق المميز بقيادة هذا الرجل، بقيادة مؤمن سليمان. هنا رمية التماس تنفذ، بعد ذلك تبعث. فهد اليوسف، كامل حماشة، هذا كامل. كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب، إلى تماس، إلى تماس، جانب من الحضور من الصغار الكبار النساء الرجال في أمسية جميلة في ملعب المدينة الدولي، وبهدف جميل من عبد المجيد وبكر. هذا علي صباح حكم المباراة. عبد المجيد في كرة للأمام، عبد السليم، كرة بجهة اليسار الآن ترسل عالية للأمام، تبعد بضربة رأسية. من يتابع الكرة؟ نهال شهاب، يوسف، كامل، حماشة بالتمرير، وصلت بعد ذلك دا سيلفا التمرير. و إذن هنا الصافرة. أعزائي مشاهدي قناة الرياضية العراقية الكرام، أينما كنتم تأتي صافرة حكم المباراة الدولي علي صباح لتعلن عن نهاية الشوط الأول بتقدم فريق الشرطة بهدف مقابل لا شيء لفريق الكرخ بهذا الهدف الجميل، وبالتالي استراحة قصيرة على أمل العودة إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني. إلى ذلك الحين، إلى اللقاء. محمد حسين وضيوفه الكرام في الاستوديو التحليلي، لك الكلمة عزيزي محمد حسين. لي الزميل علي الشمري بهدف عبد المجيد السوبر. الشرطة ينهي الشوط الأول من كأس السوبر متقدما على فريق الكرخ. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. اذا شوط شرطاوي، وممكن كان السؤال يتبادر الى ذهن الجميع، متى سيسجل الشرطه في الشوط الاول، والى متى سيصمد الكرخ امام هجمات الشرطه وسيطره الشرطه من خلال هذا الشوط الذي يبدو ان الشرطه كان هو الفريق الاجهز لقبل هذه المباراه. اعود بالحديث للكباتن اعزاء مره اخرى. كابتن خلف، يعني شوط شرطاوي بامتياز، والسيطره كانت مطلقه، وسط كان صمود لفريق الكرخ حتى الدقائق الأخيرة، وحل فردي إن صح التعبير أسميه السوبر عبد المجيد اليوم هو اللي صنع الفارق. هو فريق الشرطة مثل ما أنت تفضلت هو الأكثر استحواذاً، أكثر تهديد للمرمى، أكثر وصولاً إلى المرمى فريق نادي الكرخ، لكن غاب التسجيل. كيف نسجل؟
إذا تتذكر العام